ما زال موضوع اللوجو والنجمة في النادي الأهلي حديث الساعة ما بين الأهلي وأديداس. نجحنا إن إحنا نجيب لكم مقترح أديداس وهو مقنع للغاية. مقترح أديداس أهو، يمكن معرفك أول مرة يظهر ولا ظهر أهو، إن العشر نجوم يشالوا وتتحط نجمة واحدة ومكتوب عليها رقم 10 أهو 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 يا جماعة، أدينا أهو بقرب لكم النجمة أهي وعليها رقم 10، وضحت كده متهيألي. ده مقترح أديداس، إن بدل ما أحط العشر نجوم، عشان الناس قاعدة تقول لي من الصبح طب ما تقولوا لنا المقترحات عشان نفهم، مقترح أديداس إن بدل ما أحط العشر نجوم أحط نجمة واحدة واكتب رقم 10 في قلب النجمة زي ما ظاهر اهو. هذا هو التعديل، وده اللي اتطبع عليه 50,000 تيشرت. ولكن الكابتن محمود الخطيب والناس رافضين التعديل حتى الآن. هل هتتغير الأمور خلال الساعات القادمة؟ هناك حلحلة في الأمور وربما تتغير الأمور، واخد بالك؟ وانا يمكن اول واحد بنزل الصوره دي. هذا هو مقترح أديداس، بنفرد بيه معاكم، بنفرد بيه معاكم اهو، ان العشر نجوم يتم استبدالهم بنجمه واحده ومكتوب عليها رقم 10، وده بنفرد بيه معاكم. اول ظهور للشعار المقترح من أديداس، وده اللي اتطبع عليه 50,000 تيشرت، ومش عارفين مصيرهم ايه. لو الاهلي ما وافقش على ده والكابتن محمود الخطيب، مش عارفين مصير ال 50,000 تيشرت اللي نزلوا الستورز اخبارهم ايه. ده بس عشان الناس اللي سالتني هات لنا التصور. في الاطار ده بدل بنتكلم عن الشعار، الكابتن محمد شبانه المذيع المتالق ومقدم برنامج بوكس تو بوكس على قناه اي تي سي اتكلم كلام مهم جدا في موضوع عقد أديداس مع الاهلي. شبانه قال الاهلي تعاقد مع شركه ملابس عالميه، وهذا التعاقد لم يحدث في تاريخ مصر من ناحيه القيمه الماليه التي ستستفيد منها اداره الاهلي، وحيث يحصل الاهلي على نص مليون دولار، يعني 500,000 دولار سنويا من الشركه الراعيه، ومده عقد 4 سنوات مع مليون دولار منتجات. وانا مع الاستاذ محمد شبانه ان العقد هو الاغلى في التاريخ. محمد شبانه رائع وبيعمل تغطيات اكثر من هايله، ولكن برضه لازم نقول ان في تصريحات طالعه من شركه الكوره القديمه مع ياسين منصور، وان عمرو شاهين سرب للاعلام ان هو توصل مع أديداس والشركه الام في المانيا لمليون دولار سنويا لمدة 4 سنين، يعني 4 مليون دولار مع 2 مليون دولار منتجات بإجمالي 8 مليون دولار في ال4 سنين. بعد كده مشت الشركة، أمير توفيق راح فتح التعاقد من جديد، ولكن مع أديداس دبي اللي هم فرع من الام بتاع المانيا اللي راح له عمرو شاهين وشركه الكوره مع ياسين منصور، وقدروا ينزلوا المبلغ للنص بدل من مليون نقدي في السنه 500,000 دولار في السنه ل4 سنين، وبدل من 2 مليون منتجات بقي مليون منتجات في السنه لمده 4 سنين. يعني 4 في 500 ب 2 مليون في السنه، ب 2 مليون في ال4 سنين، و 4 مليون دولار منتجات. كان العقد الاولاني اللي بيتكلم عليه عمرو شاهين 4 مليون دولار نقدا في ال4 سنين و 8 مليون دولار منتجات. واتفق عمرو شاهين وشركه الكوره على تغيير الشعار، وانه يكون بالشكل اللي بنفرد معاكم بيه ده، ان بدل العشر نجوم يبقى نجمه ووصيها رقم 10. وعلى أساسه تم طباعة 50,000 تيشيرت، يعني طبعوا التيشيرت على اتفاق عمرو شاهين أديداس، وعملوا الاتفاق على اتفاق أمير توفيق،
ولكن اللي وصلني من الأهلي إن مشاكل تعاقدية ستحل خلال الساعات القادمة. علشان موضوع قضيضة بس ناس كتير بتتكلم فيه، وللأسف مفيش حد عارف يجيب معلومات سليمة فيه. مقتنع يا أمنية جدا، لأن أنا ما بكذبش حد. يعني الناس عمرو شاهين أصلا، هي يا أمنية أختي الفاضلة، هي مش حرب، لا عمرو شاهين ولا ياسين منصور بيكرهوا الأهلي ولا الخطيب، ده هم نجحوا إنهم يعملوا الاتفاق مع الناس في ألمانيا. الناس في الإمارات نجحوا إنهم يخفضوا المبلغ. الموضوع مش خناقة ولا مين عمل إيه ولا مين ضد مين، لا، هو مليون اتفقوا، وهو ده كلام أكيد وسليم ومعلومات دقيقة. ولكن هم بشطارتهم عرفوا، لأن ما كانش عمرو شاهين أنهى الاتفاق، كان اتفاق مبدئي لكن ما اتمضاش، فكان في خلافات، أمير جه الوقت ضيق، فهم بشطارتهم نزلوا الدنيا 50% ونجحوا إنه يعملوا التعاقد. فالموضوع مش مفهوش مؤامرات يعني على حد.